على أثر التراجع الكبير الذي مني به داعش خلال الفترة الماضية، عمل التنظيم على الترويج أن خلافته المكانية تتمدد داخل أفريقيا، مستنداً إلى ترويج دعائي مكثف لهجماته في مناطق متفرقة بالقارة. لكن مزاعم النجاح في أفريقيا تثير العديد من التساؤلات، خاصة بعد مقتل أبو سارة العراقي. فما هو دور قيادة داعش المركزية على الفرع الأفريقي؟ وإذا أصبحت الأفرع الأفريقية هي قصة النجاح الرئيسية لداعش، لماذا يستمرون في الولاء لخلفاء مجهولين؟ ولماذا يهتم الأفارقة بما يقوله البعثيون العراقيون؟ في تحليل للباحث أحمد سلطان نستعرض كل هذه النقاط من زوايا متعددة. وفقاً لإحصائيات العمليات الصادرة عن داعش والمنشورة في صحيفة النبأ، فإن مفارز التنظيم نفذت 97 هجوماً في الفترة من 11 مايو أيار الماضي حتى 8 من يونيو حزيران الجاري في 9 مناطق جغرافية متفرقة من غرب أفريقيا وحتى الشرق آسيا. هذا يعني أن الهجمات انخفضت بصورة حادة وبنسبة تبلغ 63.78% مقارنة بنسبتها العام الماضي. ورغم أن الهجمات الداعشية في القارة السمراء تتناقض بعكس ما يدعيه التنظيم، ركزت العمليات الإعلامية لداعش على ترويج أنشطة في أفريقيا. ولكن ما هو مؤكد وجود خلافات بين قيادة داعش وأفرع التنظيم الأفريقية، حيث اعتبر الباحث المتخصص في الحركات الجهادية أيمن جواد التميمي أن الخلافات بين داعش وأفرعه الأفريقية غير مستبعدة فيما يتعلق بالأمور الإدارية والتمويل. وفي هذا السياق أظهرت وثائق مرسلة من ولاية وسط أفريقيا لأمير الإدارة العامة للولايات أبو سارة العراقي أن فرع التنظيم في الكونغو الديمقراطية يركز على عمليات السلب والنهب لتمويل نفسه، وهو ما يعني أنه لا يتلقى دعماً من التنظيم المركزي لداعش، بل أن الأخير فرض على أفرعه في أفريقيا وخارجها أن تمول خزينته ب 25% من حصيلة إيراداتها الشهرية. كما أن وثائق وشهادات وإصدارات إعلامية نشرها منشقون عن داعش في الفترة الماضية أكدت وجود خلاف واقتتال داخلي بين ولاية غرب أفريقيا ومنشقين عنها يقودهم باكورا بودوما، وهو الأمير الذي خلف شيكاو على رأس جماعة بوكو حرام. وادعت مصادر محسوبة على داعش مقتله في وقت سابق قبل أن يتبين أن هذا الادعاء غير صحيح. ففي رسالة أرسلها أبو مصعب البرناوي والذي قاد التنظيم خلال السنوات السابقة، رسالة أرسلها إلى قيادة داعش العليا في العراق وسوريا، اشتكى أمير التنظيم في غرب أفريقيا من ضعف الفرع الذي يقوده وإهمال قيادة التنظيم له. ولفت أبو مصعب البرناوي إلى أن خليفة داعش انشغل عن فرع غرب أفريقيا ولم يهتم به، وما دفع أمير الفرع لقطع التقارير والرسائل الشهرية التي يرسلها للتنظيم. وبحسب قناة فضع عباد البغدادي والهاشمي، فإن الاقتتال بين داعش والمنشقين المنتمين لبوكو حرام أدى إلى استنزاف قدرات التنظيم المالية والعسكرية في بورنو شمال الشرق نيجيريا. وتحدث العديد من الخبراء عن حقيقة التمدد الداعشي في أفريقيا، فقال الدكتور محمد عبد الكريم الباحث في الشؤون الأفريقية، قال إن تراجع عمليات داعش بشكل عام في الوقت الحالي يأتي ضمن تراجع التنظيم وفقدانه الزخم منذ عشرات السنوات. أما تقى النجار الباحثة المتخصصة في قضايا الإرهاب بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فرأت أن داعش يسعى للحفاظ على بقائه الأيديولوجي والبيولوجي عن طريق تجنيد الأطفال المتواجدين في المخيمات حتى يكونوا نواة لأي نشاط إرهابي مستقبلي. ومن جهته قال عبد الله اليوسفي الخبير في الجماعات الجهادية أن تمدد داعش في أفريقيا لا يمكن أن يكون مستقبلا حقيقيا له بسبب طبيعة الدول والمجتمعات الأفريقية ورؤية الشعوب والسكان المحليين أنه تنظيم أو جسم غريب عنهم. وفي الخلاصة، فمع أن التنظيم يكافح بضراوة من أجل إظهار أفرعه في أفريقيا على أنها منسجمة مع القيادة المركزية، إلا أنه فشل في التستر على وجود نزاع واختلاف بين قيادته العليا وقيادة الأفرع الأفريقية. وتؤكد رسائل ووثائق وشهادات مسربة من داخل التنظيم أن أفرع داعش في القارة الأفريقية مهددة بالتفتت إلى مجموعات جهادية أصغر، وهو ما يعني أن التوسع والتمدد الذي راهن عليه داعش لإثبات شعار خلافته باقية وتتمدد، حمل في طياته عوامل فناء التنظيم، وبرهن على أن تلك الخلافة فانية وتتدهور.